حاولوا تعمل العجل اخويا وصلوا لهم اخويا حاولوا تعمل العجل حاولوا هذا هو في 80 ولا قبل 130 هذا كل ب 4000 درهم ولا 130000 ريال هذا باقي 130000 ريال والله ما دام الكر والله ما دام اجاك اخويا الحولي هذا اعطينا فيه 70000 دابا ولا كيطلب فيه 140000 ريال وشبعان ولسيس شنو غنديروا دابا الاخ ديالنا دابا فينا هما هاد الحواله اون بواكاي فينا هما هاد السوق فين ما شفنا حتى شي لعبه كلشي شبعان ولسيس اش غنديروا دابا نديو الحولي فيه الولسيس قال لك محرم في الدين وشنو دابا المعموله اخي ديالي ها الغلا 140 120 100 دغيا طلعت الغلم في ساعه المكانه اللهم ان هذا المنكر هذا كيستاهل 70 60 ديالو فلالوا كلهم ملحقينش وكلهم فيهم مرض صعيب وكلهم بالولسيس ديالهم وطالبين الثمن طلع السوق بزاف وحابسين الطنقان اش غنديروا اخي شنو باش غنعيدوا دابا بيبيه غنعيدوا بيبيه احسن وقيله وصلنا مع 60 70 قال لك 140 دوبلو وين كان 110 دابا هو ب 140 والحولين ما فايتش 60 اللي كانوا دايرين 60 باش ما النهار الاول والثاني والثالث والرابع مشاو ب 50 و60 كبر من هذا ودابا وصل 140 120 عباد الله الناس دور الناس كلها ما بقى حتى واحد ما مدخل حتى واحد ما مسوق اش غنديروا دابا حنا باش غنعيدوا